بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل دلوقتي البروفايل اللي بعده اللي هو الويت ثريد. احنا كنا عملنا الريد والفايفو وجاوبنا السؤال وقارنا ما بينهم في الفيديو اللي قبله. دلوقتي هنعمل السيناريو الجديد اللي اسمه ويت ثريد ونقارن ما بين الثلاثه كده، يعني نحل سؤال. طيب هو ايه الويت ثريد؟ هو احنا الريد المره اللي فاتت كان اللي هو الراندوم ايرلي ديتكشن، كان بيعمل ايه؟ كان بيحاول يعمل ديتكشن للكونجيشن قبل ما يحصل، يعني هو بيشوف ان كان في congestion هيحصل ولا لأ، وقبل ما يحصل بيحاول يتصرف من ان هو يديسكارد باكيتس او وات ايفر بقى المانوفر اللي هيستخدمه عشان خاطر يعمل كده. طيب الويتد ريد ايه الاختلاف؟ الويتد ريد هو بيعمل ديسكارد وبيعمل ديتكشن بطريقه احسن شويه، والكيو ذات نفسه ممكن يبقى جواه، الكيو ذات نفسه ممكن يبقى جواه اكتر من كيو تانيين، فهو يعتبر كذا كيو جوه كيو واحد كبير يقدر يمانج ما بينهم، فده بيحسن البرفورمانس بطريقه احسن وبيسهل العمليه على الكيو، بيبقى اسرع يعني. طيب نروح دلوقتي نعمل دوبليكيت سيناريو من السيناريو اللي اسمه ريد. احنا دلوقتي واقفين في السيناريو اللي اسمه ريد، لو دوسنا على المانج سيناريوز هنلاقي الاثنين سيناريو اللي احنا مكريتينهم. بعد كده نروح على سيناريو ونعمل دوبليكيت سيناريو ونسمي السيناريو الجديد دبليو ريد، يعني ويتد ريد، وندوس اوكي. بعد ما عملنا دوبليكت سيناريو لو رحنا في المانج هنلاقي التلاتة موجودين اهو. طيب نكريت نيو فايفو بروفايل ونسميه فايفو دبليو ويتد ريد زي ما عملنا المرة اللي فاتت. ديت اتريبيوتس فايفو بروفايلز، بدل دي نخليها تلاتة. بروفايل الجديد هنإيديت ونسميه دبليو ريد، وهنا خلاص احنا كده عدلنا اسمه وبس، فاضل ان احنا نيجي على الريد بارامترز ونخليها ويتد ريد وندوس اوكي. طيب بعد كده محتاجين نظبط حاجه، بس في حاجه في الدبليو ريد اسمها مارك بروبابيلتي، مارك بروبابيلتي دينوميريتور. ده بيعمل ايه؟ نقرا كونفيجور دبليو ريد تو ديسكارد اكسس باكتس. الباكتس الزياده اللي بتيجي او اللي هو شايف ملهاش لازمه يقدر يعمل لها اكسس بالريشوز دي، 1 5 10 12، 1 5 10 20 ولا ايه. فاحنا نروح ننفذ المطلوب في الايديت اتريبيوتس على الفايفو بروفايلز، نخش على الفايفو بتاع الويدت ريد والديتيلز، ونخش على الريد بارامترز هنلاقي عندنا لحظة هو قايل الاتريبيوت اسمه مارك بروبابيلتي دينوميريتور، ادي المارك بروبابيلتي دينوميريتور ملغينه كده، وندخل القيم دي 1 5 10 20، 1 5 10 20 كده، دخل مالتيبل فاليوز وندوس اوكي. وبعد كده نقوم عاملين ديبلوي للبروفايل على الراوتر انترفيس ونرن. كنا بنعمل ديبلوي بان احنا نروح على الراوتر وندوس ايديت، نخش على الاي بي، اي بي كواليتي اوف سيرفيس بارامترز، الانترفيس بارامترز، ونخش على الانترفيس السادس اللي احنا شغالين عليه كواليتي اوف سيرفيس سكيم فايفو، وبدل ما هو فايفو ريد نخليه فايفو ويتد ريد ندوس اوكي. بعد كده بيقول لي نرن السيميوليشن، نروح على دي اي اس ونرن وندوس او لحظه بلاش، نخش احسن على السيناريو ومانج السيناريو، لان احنا عندنا اتنين ريزلت انكونكتد. فاحنا دلوقتي نعمل كولكت وكولكت ونقول اوكي. دلوقتي هو هيرن الاتنين سيناريو دول عشان يجيب الريزلتس بتاعته، عشان في واحده عندنا مش متسيبها والتانيه لسه محدش عملها كولكت اصلا. عقبال ما يخلص كده نقرا السؤال اللي احنا هنحله ونفهمه. هو دلوقتي بيقول ايه؟ examine the collected statistics results and display a graph for the amount of traffic received by the destination node for each of the traffic demand flow. هو دلوقتي عايز يعمل يظهر الجراف في traffic received من الاربع نودز دول، عايز يعرف من الاربع نودز دول مين اكبر واحده فيهم بعتت، مين اكبر واحده فيهم عملت traffic، يعني بعتت باكتس. وليه؟ لاحظوا بس الحته بتاعت المارك بروبابيلتي دينوميريتور
الواحد هنا معناها ان هو هيدسكارد الاكسس باكيتس عند الكلاينت تي او اس 0، و5 للتي او اس 1، و10 لل2، و20 لل3. فهنا الديسكارد اكسس باكج ريشيو لكل واحده فيهم مختلف عن التاني، فده اكيد هيأثر على الترافيك، على عدد الباكتس اللي طلعت. نرجع تاني، هو كده خلص. هو كده خلص الاول، بس لسه بيران في السيميليشن التاني. استنى بقى لما يخلص. ده خلص الحمد لله. نخش دلوقتي نجيب الاستاتستكس اللي هو عايزها. نخش على كليك يمين فيو ريزلتس، ونختار الكرنت بروجكت. هتظهر لنا 3 سيناريوهات الجداد اللي احنا عملناهم، الفايفو والريد والدبليو ريد. هو دلوقتي محتاج انهي؟ محتاج الترافيك ريسيفد لكل دول. آسف، محتاج يعرف الأول الترافيك ريسيفد للديستنيشن. فاحنا هنخش الأول على الديستنيشن، الراوتر اي بي انترفيس، وادي الترافيك ريسيفد. كده عرفنا الترافيك ريسيفد للتلاتة بروفايلز. لو عايزين نلغي الاتنين بروفايل دول ونشوف الترافيك ريسيفد للويتد ريد، تعالوا كده نقارن ما بين التلاتة بروفايلز بأننا نعمل اوفرلايد ستاتستكس. تحس ان هما قريبين من بعض بحيث الترافيك اللي هما بيعملوا لها ريسيف، يعني الديسكارد ريشيو او ان هما بيوقعوا باكتس ما بينهم وما بين بعض تعتبر الى حد ما قريبة من بعض. طيب نرجع بقى دلوقتي نشوف انهي واحد من دول هو اللي عمل ديليفر لاكبر اماونت اوف ترافيك. طيب نلغي الترافيك ريسيفد وندوس على الترافيك سنت. مبدئيا كده لو انتوا بصيتوا للترافيك سنت، هما التلاتة مع بعض كتوتال قريبين، لكن لو فصلنا بقى كل واحد لوحده عشان نعرف كل جهاز من الكلاينتس دول بعت قد ايه وازاي. ادي الترافيك ريسيفد، وخليها بقى للويتد ريت بس عشان نشوف بطريقة كويسة. و الترافيك ريسيفد في التاني، والترافيك ريسيفد في التالت، ترافيك ريسيفد في الرابع. لو بصينا على الجراف هنلاقي ان اكبر واحد عمل ترافيك، اكبر واحد بعت باكتس، هو الديستنيشن 3. اكبر واحد بعت باكتس هو اكبر واحد خد المارك بروبابيلتي دينوميتور ريشيو، اكبر واحد بيعمل ديسكارد للاكسس باكتس، او اكتر واحد بيعمل ديسكارد للاكسس باكتس هو بيبقى اكبر واحد بيبعت باكتات. ودي شايفين كده الاختلاف ما بينهم. طب احنا كده الحمد لله خلصنا السيناريو ده، وهنشرح السيناريو بتاع الويتد فير كيو في الفيديو الجاي ان شاء الله.